الاصل في الاعياد على اختلاف مسمياتها انها من شعائر الاديان فهي سمه من السمات التي تتميز بها كل مله واتباعها عن غيرهم وقد تواترت النصوص الشرعيه بحصر اعياد المسلمين في عيدين كل عام هما الفطر والاضحى وعيد كل اسبوع هو يوم الجمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ما سوى ذلك من أعياد كالكريسماس ورأس السنة الميلادية وغيرها، فهي لأهل الكتاب، ولا يجوز للمسلم اعتبارها ولا الاحتفال بها، ولا التهنئة بها أو المشاركة فيها، ويدخل في ذلك إهداؤهم ما هو من لوازمها، أو بيعهم هذه المستلزمات من أنوار وأشجار، ومأكولات معينة، فإن هذا منهي عنه لسببين: الأول: أن في ذلك تشبها بهم وإقرارا لهم على كفرهم، وقد حرم الإسلام التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم. الثاني أن في هذه الأعياد ابتداعا وإحداثا في دين الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول: عيد مبارك عليك". او تهنا بهذا العيد او نحوه فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ولا يعني هذا اساءه المعامله ولا الاعتداء فان رفض المشاركه ليس اعتداء وانما هو تميز المسلم واستقلاله في معتقداته وشعائره عن غيره ولهذا جاز قبول الهديه منهم ولا يعد ذلك مشاركه ولا اقرارا للاحتفال بل تؤخذ على سبيل البر وقصد التاليف والدعوه الى الاسلام ما لم يكن مما ذبحوه لاجل العيد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واما قبول الهديه منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتي بهديه النيروز فقبلها وعن ابي برزه انه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لاهله ما كان من فاكهه فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه